أخ جورج موشي راعي كنيسة اتحاد المسيح الإنجيلية الوطنية بالقامشلي. طبعا نحن هون ككنيسة طبعا عم نشوف الواقع اللي صار وهذا الأمر اللي صار سواء كان براس العين أو المناطق اللي صارت. أكيد نحن بنرفض ونتألم لأجل هذا التهجير اللي صار بإخوتنا سواء كان من سريكانية راس العين أو من المناطق، والخطر اللي عم بيجي ما هو عم بيصيب تنقول طائفة أو قومية معينة، هو الخطر على الكل، كل المكونات اللي نحن صلنا سنين عم نعيشون بهاي البلد كأخوة متحابين سواء كانوا أكراد أو عرب أو سريان أشوريين أرمن، كلتنا عايشين بهذا البلد تحت سقف واحد الوطن السوري. فهذا الخطر اللي عم يكون خاصة الدخول الجيش التركي نحن نسميه الاحتلال التركي اللي عم بيفوت، هذا عم بيكون عم بيهجر الكل، المسيحيين يمكن قبل البقية والأكراد قبل الآخرين، فكلتنا عم نتعرض لنفس الهجمة. لهيك نحن كلتنا نرفض ونناشد هدول الناس أصحاب القرار أنه يوقفوا نزيف الدم اللي عم بيصير وهلا الأمور اللي عم بتصير في هذا البلد، وعم نطلب كلتنا بصوت واحد يا رب أنت تهدي الوضع، ترجع هدول الناس على بيوتهم، كل من كل القوميات عم نصلي، وخاصة نحن ككنائس الكل أتوقع كل إنسان عم بيصلي يا رب توقف هذا الإجرام اللي عم بيصير، هل تهجير لأنه شفنا كثيرين خاصة اللي زرناهم اليوم اللي طلعوا هن وتياب يعني وتياب اللي عليهم يعني، فشيء حقيقة مأساة كبير وخاصة داخلين على الشتاء والبرد. فناشد كل الحكام كل المجتمع الدولي اللي عم يسمعونا واللي إلهم يعني نفوذ لحتى يأثروا على القرارات اللي عم تكون ضد هذا البلد، نصلي ونطلب منهم أنه توقفوا هذا الإجرام ويكون قرار سلمي، قرار بأسرع وقت لحتى الناس ترجع لبيوتها. طبعا هلأ لما يكون القتل أو الضرب أو القذيفة لما تجي ما عم تفرق بين شخص وآخر، بين كنيسة ولا جامع، بين مسلم أو مسيحي، هي عم تجي والخطر على الكل. طبعا لنا علاقات عم نحكي مع كنائسنا وهلني عم يعرفوا شو عم بيصير هون، عم نخبرهم أنه يعني الأذى الحقيقي ما عم يأكلها غير الشعب، فكل هالمسميات اللي عم تيجي تحت شعارات مختلفة كلها هي حقيقة كذب بكذب، وعم نصلي ونحن عم نوصل صوتنا انه لا نحن بدنا قرار سريع، تدخل دولي سواء كان اسنا اللي برا عم نقول انه لا يعني خلي يكون ضغط على المجتمعات الدولية اللي هن موجودين فيها وهن عم يسمعوا وهن عارفانين شو عم بيصير. طبعا كلتنا ما عم يطلع بيدنا غير نحن نصلي، نحن ككنيسة انا كراعي كنيسة اللي أقدر أقول أنه نحن نوقف مع الإنسان سواء كانت بأي معونة سواء كان بدعم معنوي أو مادي أو أي شيء حتى لو كان لباس، لأنه هيك الرب يسوع علمنا أنه نحن نحب الكل، نحب كل إنسان. بنفس الوقت نحن عم نطالب لأنه الخطر الموجود عم بيهددنا كلتنا ككنيسة ولا شو ما كان، المع القذيفة مثل ما حكينا ما عم تفرق بين كردي ولا سرياني ولا بين عربي أو أرمني، فلهيك كلتنا في نفس الخندق كلتنا إيد واحدة صوت واحد أنه يا رب توقف هذا القتل وهذا الدمار، وكلتنا نطالب من كل المجتمعات الدولية أنه يتدخلوا بسلام في هاي المنطقة، ينزعوا كل حقد، ينزعوا كل مصالح شخصية، كل مكاسب، بس انه نحن نريد انه هذا الانسان يرجع. اتمنى من هدول اصحاب القرار او القادة او الدول يحطوا حالهم مكان هذا النازح اللي عم ينزح تارك بيته اللي بلا مأوى بلا جاكيت بلا لباس بهذا البرد، لو يحط حاله بهذا المكان اتوقع كلتنا كان رح نعيش بسلام، لكن دائما الانسان ما يفكر بغير بحاله، لهيك نحن نقول لهم لا اطلعوا من هاي القوقعة تبعكم، اطلعوا من هالكبرياء تبعكم وشوفوا فكروا بهذا الإنسان.